مسؤول الملف الكردي في التحالف الوطني جدد دعوته لإقليم كردستان لإرسال وفده إلى بغداد لمواصلة المفاوضات إذا كانت لإربيل النية في مواصلة تلك المفاوضات. نحن يعني أصدرنا بيان من التحالف الوطني أو اللجنة التفاوضية في التحالف الوطني فيما يخص الزيارة لأربيل. نحن أجلنا قضية الزيارة أو أبلغناهم واتصلنا بهم إن هنالك بعض يعني وجهات النظر أصبحت في التحالف الوطني في أن نتريث وأن ننظر إلى الإجراء القادم من قبل إقليم كردستان والوفد التفاوضي التابع لهم، لأن هنالك فعلا تصريحات لم تصب في يعني انسيابية واعتدال المفاوضات. لذلك نعتقد إذا كان لديهم النية والعزيمة على استمرار واستئناف المفاوضات، نحن ننتظر وفد إقليم كردستان أن يأتي إلى بغداد من أجل تثبيت هذه النية.